الكب كيك. موضوع مغري قوي الحلويات. الكب كيك انا برضو حابه ادلعه زياده، فاحنا هنحشي نوتيلا. عندي طريقتين. تحشي نوتيلا؟ اه كتري النوتيلا. عينيا الكيس ده هدولك لوحدك. عندي طريقتين عشان احشي، يا اما اجيب اداه، اي اداه انا ممكن يعني اقطع بيها. ممكن في زي مقوره كده بس مخصصه للكب كيك، بتبقى دايره مقفوله وليها ايد، مش لازم اشتريها، ممكن استخدم اي قمع بتاع الكريمه. أوه. هعمل كده وهيطلع الجزء اللي جوه. المقادير على الشاشه. مقادير الكب كيك. ايوه هسيب. اربع بيض. ايوه. وكوبايه ونص سكر، وعشان دي انا عاملاها بالشوكولاته فهنحط كوبايتين دقيق ونص كوبايه شوكولاته كاكاو يعني، ومعانا نص كوبايه زيت ونص كوبايه لبن ونص كوبايه زبادي. يعني الكوبايه المعياريه اللي احنا عملنا بيها دي هنملاها، اللي هي الكوبايه المكتوب عليها النص هنملاها زبادي. هنحط الاول كل المكونات السايله، هنحط البيض واللبن والسكر والزيت والزبادي وهنضرب. بعد ما يتجانسوا كويس هنزود الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر. طبعا هنحط باكو وهنحط نص معلقه بيكنج صودا. بيكنج صودا برضو بتتباع عند مستلزمات الحلويات. يعني انا بصراحه مش بفضل لو هستخدم مكون في الحلويات اجيبه من العطار. يعني في الكريمه السايبه بتتباع عند العطار، في النشا برضو اللي بستخدمه في الكيك بتتباع عند العطار. عند العطار هيبقى لقط من الروائح الاعشاب والتوابل. فمش هيبقى لطيف. معلومه ايه حلوه قوي. لكن انا اشتغل من عند بتاع مستلزمات الحلويات خلاص، يعني هو كل المكونات اللي عنده دي بتستخدم في الحلويات بس، فهيبقى مفيش حاجه ريحتها مغيره. كده انا بحشيه نوتيلا. وممكن ازود مكسرات. زودي. يعني مش هقول لك لا، زودي اهو. وانا كمان بحب الحاجات دي. ما يعني هو الجروب بتاع اسمه دلع كيك، فانا بحب ادلع. أيوة. كل حاجه. بعد كده بغطيه تاني بالاجزاء اللي طلعتها. طبعا كان المفروض يبقى معايا اداه اطلع الجزء الكيكه الطف من كده. انت بعد ما حطيتي النوتيلا غطيناها بحشو الكيكه اللي انت طلعتيه. مش انا طلعت الجزء دي، المفروض اقفلها تاني عليها. تمام. بعد كده هي لسه فيها. بعد كده هنحط كريمه فوق. انا عامله ثلاث الوان كريمه عشان هيبقوا ماشيين مع الديزاين بتاع التورته اللي احنا هنعمله. معلش هو الموضوع مرهق شويه بس النتيجه تستاهل. يعني انت هتحطي ميكس الالوان. هنعمل تدريجه. حلو ده. في واحده بس اعملي لها تدريجه حلوه وصي بيها، دي بتاعتي. تلاقيش في طبق مليان. دي بتاعتي انا. في طبق مليان. الله. بس وهمشي كده اهو. عندي ما كملتش. عايزه اجرب واحده. حالا. عايزه اعمل واحده. عايزه. عندي بعد كده حاجات سبرينكل زي كده بتبقى اشكال مختلفه. دي برضو بنشتريها جاهزه. ممكن بقى يعني براحتي ارش كده. ايوه. طبعا دي مش هتنفع خلاص. ممكن نحط من اللولي ده. طب انا عايزه اجرب واحده. عايزه اعمل واحده. هو احنا عندنا جاهزه. عندنا جاهز. هجرب وهدوق على فكره. على طول اللي هتعمليها كليها. بصي هنحط حته من اللون. ايوه اللي هعملها كلها ده حقيقي. وادي حته من اللون تاني. ايوه تمام. بس اهم حاجه نجيب الجزء ننزلها تحت. عشان ممكن احنا ممكن في اعملي دايره كده. كده صح. نزلها. ايوه ابتدي كده من النص. من النص. ابتدي من النص واطلع على الجناب كده. ايوه دوسي جامد. لا لا حلو. دوسي. حلو 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 جامد. ايوه دوسي كده واطلعي من غير ما يعني نزليها كده واطلعي من. بس
اهي يلا زينيها بقى. الله. طيب اهي جميله قوي واحده كده وصايا. على فكره عندي سبرينكل اشكال كتير اهو اهو. ممكن كمان احط ده سكر وبيبقى متضاف له بودره فضي او ذهبي اهي. الله بصوا كده اهي. ايوه صح. ممكن كمان نحط شويه مكسرات صح؟ ممكن عشان دي بتاعتي. ايوه لا براحتك. اجيب نوتيلا تاني؟ ما انا هتوصى بيها. نجيب نوتيلا تاني اهي. نجيب نوتيلا تاني وهاخدها هناك بقى. ايوه ايه لوحدي كده. نجيب بس الطبق بتاعي عشان ايه. ايوه واهو اهو. تسلم ايدك. جميله شكلها حلو. هقول لكم طعمها اهي. لا لازم اهم حاجه الطعم اهي. هنروح واخدينها هناك بقى اهو.